خلونا نرجع مع حضراتكم لأعمال القمة وكلمة رئيس الجمهورية اللي ألقاها نيابة عنه رئيس الوزراء، اللي أكد فيها من ضمن مقال يعني أن بناء الدول القوية القادرة على تحقيق التنمية المستدامة والعادلة ما بين المواطنين بصرف النظر عن الانتماءات العرقية خيار لا غنى عنه لمستقبل الأمة العربية، وأن التدخلات الخارجية في الشأن العربي هي أحد أهم العوامل اللي ساهمت أكثر من غيرها في إضعاف الوطن العربي. في بداية حديثي أمام جمعكم الموقر اليوم أن أنقل إليكم تقدير ومودة أبناء الشعب المصري، هذا الشعب الأبي العظيم الذي طالما شكل فخره بانتمائه إلى أمته العربية أحد أهم مكونات هويته الوطنية والثقافية، حيث بذل على مدى تاريخه كل غال ونفيس من أجل تحقيق استقلالها وصون كرامتها والحفاظ على مقدرات شعوبها الشقيقة وحقوقها، إيمانا منه بوحدة الهدف والمصير بين الأشقاء من المحيط إلى الخليج. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والحضور الكريم، إن الصدق مع النفس واستخلاص عبر الماضي على أهميته ومحوريته لا يجب أن يصرفنا عن استشراف مسارات المستقبل الذي نبتغيه لشعوبنا وأمتنا، وعن رصد ما نملكه من مقومات النجاح ومن موارد بشرية وطبيعية يمكننا الاستناد إليها في مهمة تحقيق الرفاهية لدولنا. إلا أن المستقبل الذي نبتغي تحقيقه لشعوبنا يتطلب في المقام الأول تهيئة البيئة المناسبة لبنائه، والتي لن تتأتى دون التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تواجه عددا من دول أمتنا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تحتفظ بأولوية متقدمة في السياسة الخارجية المصرية، والتي لا تدخر مصر جهدا من أجل تسويتها. وفي هذا الإطار جاءت جهودها الأخيرة التي تحذر من عواقب تفاقم الأوضاع وتؤكد على أهمية إحلال السلام العادل والشامل وآثاره الإيجابية على مستقبل المنطقة وأجيالها القادمة، كما تمثل الأوضاع في كل من سوريا وليبيا قضيتين أساسيتين من قضايا العرب، ويتعين تسويتهما من خلال حلول سياسية تحقن دماء الشعبين الشقيقين وتصون مقدراتهما وتحفظ كيان هاتين الدولتين الشقيقتين ومؤسساتهما الوطنية.